السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل الناس اللي كانت بتسأل على المايوهات الحريمي الشرعي للمحجبات والبيك سايز والاطفال والرجالي والولاد والشباب، كل ده هنشوفه في فيديو النهارده. احنا النهارده موجودين عند لابيلا. لابيلا احنا بنروح له كل سنه، عنده افضل واحسن تشكيله مايوهات موجوده في بورسعيد بجد، وعنده حاجات مستورده وعنده حاجات مصري، واللي يعجبك بقى انت بتجيبي منها. احنا كل سنه بنصور عنده بشهادتكم انتوا وبشهادة الناس كلها انه فعلا لابيلا عنده تشكيلة كبيرة جدا من المايوهات الحريمي والبيك سايز والاطفال والرجالي وكله، وكمان عنده ملابس داخلية مستوردة. دي اضمنها لكم يا جماعة على ضمانتي، كل الملابس الداخلية عند لابيلا وخصوصا البرهات كلها مستوردة، والمصري بيقول لك عليها، وبرده كمان عنده بنتهات مصري قطن 100%. لابيلا في محافظة بورسعيد في شارع النهضة قدام البهائي بتاع الادوات المنزليه. كل الناس بقى المهتميه بالمايوهات واحدث حاجه في المايوهات واسعارها كمان ليها ولولادها ولجوازها ولاخواتها ولكل حاجه لازم يتابع الفيديو ده. عشان كده انا بقول لكم جايبه لكم اسعار احدث تشكيله مايوهات بوركيني حريمي محجبات ومقاسات خاصه واطفال، كل ده عند لابيلا. وكمان عنده الترنكات والتيشيرتات بتاعه الجيم والبناطيل، وعنده الوتر بروف، كل ده موجود عند لابيلا. انا اسمي كريمة علي حسن ودي قناتي. لو انت اول مرة تشوفوا القناة اوعى تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا كل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. ويلا بينا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. قول لي احنا فين؟ احنا في محل لابيلا شارع الجمهورية والنهضة امام محل البهائي. ماشي. متخصص ايه بقى زي ما انتم شايفين بقى؟ متخصصين مايوهات طبعا، اساس مايوهات حريمي، مايوهات اطفال، مايوهات محير، مايوهات رجالي برضو موجود متوفر عندنا. كويس. موجود جميع انواع المايوهات. ماشي. يعني احنا دلوقتي عندنا الشرعي والرجالي وكل حاجه، كل حريمي، اطفال، محير، مواليد، كل من اول مواليد 3 شهور لا لحد كل المقاسات موجوده. موجوده اصلا بيك سايز، مقاسات بيك سايز لحد 9 إنش. ما شاء الله. وريني بقى عندك ايه السنه دي؟ ماشي. في حاجات احنا ممكن نفتحها صح؟ اه طبعا. تمام. ورينا حاجه براحتك وبتقيسي كمان. بص احنا كل سنه بنيجي هنا يا جماعه وانتم طالبين المحل ده بالذات، عشان كده جينا له برده الناس اللي طالبه المايوهات السنه دي، المايوهات الشرعي السنه دي ما شاء الله. اللي هو الجامب سوت. حلو قوي. تمام. حلو. يبقى مع الكاش مايو. اه. تمام. لونه جميل. اه. تمام. ومع التليفون كمان. كمان ما شاء الله ده 4 قطع ما شاء الله. حلو منه كذا لون. اه اللون اللي هو ده حلوين. تمام. حلو اللون ده برده. اه ما شاء الله. الخش برده تحفه قوي. عندك برده الموديلات دي كلها برده اللي هي جيبه وكاش مايو وتربون وكله، بس بستانات مختلفه. تمام. تمام. عندك كل دوت كده مقاسات بتبتدي من ميديم لحد 4 اكس و3 اكس. حلو جدا. ده بالنسبه اللي هو الجامب سوت اللي هو الجيبه والكاش مايو. ما هو الساده بقى يعني دلوقتي نازل الوان اهو مشجر. نازل مشجر السنه دي. اه تمام. السنه دي نازل مشجر. تمام. عندي حاجه زي كده برده. تمام. حلو ده. حلو قوي اللون ده. الالوان حلوه السنه دي. الالوان تحفه. اه الالوان حلوه السنه دي. ده ايه ده؟ بيتربط ازاي؟ ده بيتربط عكس بعض، يعني هو واحد بيجي كده. اه فهمتك. اه 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 على الصوره هنشوفه برده. اه تمام. وعندي هنا برده اما يجي لك حد هقف عادي. اه تمام. ماشي. ده بنطلون. البنطلون بتاعه. تمام. البنطلون بتاعه. ماشي. التربون. التربونه معانا نفس الموضوع الكاش مايو. الكاش. تمام. تمام. ماشي. هات صورته كده بقى عشان الناس تفهم الشكل كان عامل ازاي. تمام. بص اهو اللي كنت بقول لكم ايه اللي هو بيجي مع بعضه. تمام. تمام. احنا لغايه دلوقتي لسه ما قلناش اسعار. اه دوت مثلا هو حاجه، في حاجات اللي هي بتبقى القطعتين والكاش مايو دي بتبتدي عندي من 470 500 520. والله. تمام. وبرده موجود عندي موديلات نازله عروض من اول 250 جنيه. طيب لكن تمام. الاسعار اللي هي ال 400 دي ما فيش ما تنزلش مثلا؟ لا طبعا بتنزل وبتتظبط الاسعار. يعني اما يجي لك مثلا حد متابعين القناه ولا حاجه نعمل لهم عروض مثلا؟ حد متابع القناه عروض ينورونا. بس تمام. في عندي حاجه زي كده بتبقى جامد فرداني معاه بالظبط لوحده بس. اه اه فاهماني. اه ده عامل كام ده؟ دوت بيبقى في حدود 400 420. ده اللي هو بيبقى كامل مع التربونه ومع الجيبه. هو الاسعار عاليه لسه نادي. هي الاسعار كلها والله، بس احنا يعني جايبين اخرنا. اه ما انا عارفه، انا عارفه انت كل مره بتجيب الاسعار من الاخر. اه عندك حاجه زي كده نفس برضه ستايل الاربع قطع، بس بتبقى بستايل مختلف شويه. حلو ده. تمام. كل المايوهات شيك كده، كل المايوهات شيك قوي السنه دي بصراحه. اه حلوين. طبعا. يعني شجعوا على نزول الميه. تعالى بقى اوريكم البيك سايز. ماشي. البيك سايز بقى. ايوه عايزين نه. حاجات مبهجه برضه. مش يعني احنا برضه جايبين لهم موديلات تحفه. ايوه عباره عن ايه؟ قول لي. لحد 9 اكس. ده بيبقى نظام قطعتين. قطعتين بس. تمام. بس والتربونه او الطرحه بتاعته. تمام. عندك قد 1 2 يعني اكتر من 10 موديلات بيك سايز والله. بصوا الموديلات يا جماعه بيك
كويس اهو، ما تحتاروش وما تزعلوش، هتنزلوا الميه برضو السنه دي من عند لابيلا، صح كده؟ اه تمام. بعد كده برضه تمام. فين الموديلات دي كنت عايزين؟ البيك سايز بكام؟ البيك سايز 570 600 550. لكن في كلام احنا قلنا، ايوه طبعا اي حد تبع القناه اي حد يقولنا في متابعين المحل القناه يا جماعه هيتعمل له تعالوا خصم له، باذن الله. من متابعين القناه هيعمل لكم خصم ان شاء حاجه الله. برضه تمام. نخش على في حاجات الحريم اللي هي الحاجات القصيره. ده بناتي تمام. بقى، اه الحاجات الحاجات البناتي. ديت البناتي ديت بصوا بتغسل البناتي، المحايه. تمام. عسل، كل ده برضه بناطيل، حاجات بناطيل برضه بالنسبه لسن معين، نفس حاجات ستايلات الحريمي حلو. اللي هي مثلا سالوبيتو مع الجيب بتاعه مع الكشميو والتليفون. حلوين، تمام. ده حلو. بالنسبه لسن محايا من 12 سنه ل 18 سنه. تمام. تمام. بكام بقى المحير ده؟ المحايا مثلا بيبتدي عندي من اول 250 جنيه لحد 500 جنيه حسب الموديل اللي حلو انت بتختاريه. والله. فين ابو تمام. 250 وفين ابو 500؟ 250 حاجات زي كده اللي هو اهي، ده، هو ده موديل دوت حاليا. ده نزل السنه دي تمام. ولا بتاع السنه لا اللي ده فاتت؟ السنه دي، كل ده حاجات كل ده السنه دي، السنه مفيش دي. حاجه ما اتكلمتش لسه على والله حاجه بتاعت السنه اللي ده فاتت. عسل. ده لغايه كام تمام. سنه ده؟ ده لحد 16 سنه، من عسل، 16 سنه ل 16 سنه. تحفة. تمام. بعد كده تمام. نخش على ده المايوهات بقى. ب 250. اه تمام. دي بقى الشوطات اللي هي سكر الحاجات الجيب بقى ده شول. والله. تمام. دي حلوين اللي هي قوي سن برضه. المحايا من 10 سنين ل 16 سنه، دي تمام. موديلات اللي هي المحير، البناتي اللي هي المحايا من سن 10 سنين ل 16 سنه. ما شاء الله. تمام. ده وريني. مثلا الموديل اللي هو هتوريني بقى. ماشي، من تعبك معلش. لا طبعا ده بصوا يا بنات، السن المحير ده عسل موديل المحايا. جميل. قطعة واحدة صح اه كده؟ قطعة واحدة، كله قطعة قطعة واحدة واحدة. بس، بيبقى مع الباط بتاعه. في موديلات بتبقى شورت وكاش مايو زيه زي الحريمي، ايوه كل والله. الموديلات موجودة للأطفال زيها زي الحريمي. كويس. كله قلنا بكام هينزل ده؟ السنة دي. دوت بيبقى 300. 300. تمام. وفي حاجات تانية مثلا عم في حاجة ده عايزين ننزل عرض ب 230، موديلات السنة ايوه دي برضه. ايوه والله، تمام. كله موديل كله السنة موديلات دي. طب السنة دي حلو حلو. 275 برضه موديلات السنة دي. وكل دي خامات ووتر بروف مثلا كل ده ولا ايه؟ لا كل هي خامات البحر طبعا. خامات البحر. خامات البحر ده حمام طبعا. السباحه، انت عارف حمام السباحه والكلام ده. ايوه ايوه طبعا كل ده. طبعا كل دوت. والعسل ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده بيبقى سالوبيت فظيع، شورت ومعاه الكاش مايو بتاعه لونه فظيع. عليه برضه. لونه حلو قوي. ده محير ده؟ موديل تحفه ما من شاء عشر الله، سنين عسل بصراحه. ومعاه جميل. الكاش مايو بتاعه سكر ده برضه بصراحه. مدلع، نحب ندلع الاطفال. لا متدلعين الصراحه. ما شاء الله جميل حلو قوي. بعد ده عامل كده كام ده؟ دوت 325. تمام. في اعلى وفي ماشي اقل برضه، كل ماشي. الاسعار موجوده. بصوا احنا الاسعار عندنا بادئه من اول 250، هنقول كده اعلى حاجه عندك ايه؟ 570. اللي هو فين؟ اللي هو فين؟ اللي هو البيك سايز اللي هي البيك الحاجات سايز ديت. الحاجات دي. تمام. تمام 570 ولما اوصل ماشي. 600 ده عشان نسيت. ما شاء تمام. الله. لسه سمع. بقى معانا الموديلات اللي هي الوتر برو اللي هي بتاعت المحجبات، اللي هي الحاجات المحجبات الطويله قوي بقى الناس اللي اللي انتوا بتحب الحاجات بتحبوها. اللي فوق الركبه، في ناس بتحب اللي هو موديل العبايه، كل الموديلات كويس. موجوده. تمام. تمام. بجميع الاشكال بجميع الالوان حلو بجميع المقاسات لحد 4 حلو. اكس. الاحمر ده عاملين كام بقى فلوس؟ الوتر بروف كله بيبتدي عندي من اول 450 لحد 520. طيب هما بالظبط تمام. بيبقى 500 450 475 525. دي ايه بالنسبه اكتر للدلوقتي ترند البرو. ماشي معاك دلوقتي في اكتر دول؟ موديل شغال معانا اللي هو الوتر بروف الموديل الجديد ده. ايه ده؟ ايه الطعم تمام. دي؟ ده ده خروج، ده هي ماسكاه خروج هو ده ده ولا ايه؟ تحسيه هو انت ممكن ترند. توريه لنا؟ انت تحسيه طبعا افرجهولك طبعا لان ده ايه بيبقى ده؟ شكله تحفه بجد. هو كده بصوا نفس الستايل بيبقى ترند معاه الشنطه بجد. بتاعته. تمام. تحفه تمام. اصلا اللي دايما النقشات دي بتبقى شغاله في كل حاجه. البنطلون موديل طرحه ماشي. تمام. وده اللي هو الجاكيت. الجاكيت. بصوا ده مقاس كبير كمان. موجود لحد ده. ده ما شاء الله، ده مقاس كبير يعني، موديل ومقاس. تمام حلو. ده مع الشنطه كمان بتاعتك، ومع الشنطه حاجتك بقى. فعلا كل تحفه حاجه معاك. حلو قوي الموديل ده، تحفه. انت قلت بكام؟ دوت 450. 450 منه تمام. كذا برضه. ما شاء الله. تمام. بقى على موديلات على الاطفال اللي الاطفال بتبتدي من اول سنتين لحد 8 سنين. تمام. عندي حاجه زي كده مستورده. عسل. تمام. ده بيعمل 350. سكر. ده اعلى ماتيريال للمايو اللي هي الوتر برو. تمام. مستورد مش مصري. مستورد طبعا مش تمام. مصري. تمام. تمام. بعد كده برضه في الحاجات ديت. تمام. بتبقى اللي هي ايه؟ قطعه واحده سلوبيت نص كم وشورت. المصري ولا مستورد؟ كله الخامات مستورده. كله خامات مستورده. يعني اللي احنا اول واحده كله خامات مستورده؟ خامات مستورده. ده تمام. عندك كل ده اهي موديلات كتير، اكتر من 200 موديل للاطفال ما شاء الله. بكام بقى الاسعار؟ الاسعار الاطفال عندي بيبتدي من اول 200 سكر. جنيه ما شاء الله لحد 400 جنيه حسب برضه الموديل اللي بيجي زبون ويختار. تمام. تمام. ده بالنسبه للمايوهات يعني كل المقاسات كل الاعمار ما شاء الله موجوده باذن الله من اول بصوا. سن من اول سن زيرو لثلاث شهور يا روحي لحد 16 سنه. ده ما بالنسبه شاء الله للاطفال سن والمحايا. المحير. بالنسبه للحريمي من اول مقاس سمول لحد مقاس 9 اكس متوفر في المحل ما شاء الله. ما شاء الله. يعني متابعين القناه يا جماعه روحوا له قولوا له ان انتم متابعين القناه عشان تاخدوا الخصم بتاعكم. ماشي. ايه تاني؟ تمام. احنا عندنا ترنجات برضه حريمي. ماشي يلا. تمام. بتمشي سن حريمي وسن محير. إيه حلوه عجبتني جدا، لفتت نظري قوي، ولما دخلت سالت عليها قال لي دي ترنجات مش مايوهات. دي ترنجات ثلاث قطع بس. حلو قوي. ما بيبقاش قطعتين، ده ثلاث قطع. والله ايه التالته بقى؟ القطعه ده كم التالته اهوت. ايه؟ تمام. والقطعه الثانيه بتبقى كم سلومك.
يا تمام، هي سلام، زي كده. واو، عايزه تلبسي قصير، عايزه تلبسي طويل، عايزه تربطي اه حاجه منهم على وسطك، تعملي حلو ده، الاثنين. اه خلاص حلو ده، يلا، ماشي، يلا عندي ترنجة، هنا الموديلات اللي هي اه الترنجات الحريمي بتاعت الجيم. دي مقاسات ولا مقاس صغير لا، بس؟ مقاسات من سمول ل 3 اكس، جميع والله، المقاسات. اه ترنج 3 قطع، 3 الوان، حلو، تمام. اسود، اه اللون اللي هو الأخضر الزيتي، طلع، واللون اللون ده طلع زيتي، زيتي طلع ده موضة طالع السنه السنة دي دي، ترند بطريقه صعبه اللي في هو كل الأخضر حاجه، صح؟ في كل حاجه. الأخضر صح؟ البلاطيل الاسبوع اه ده عندي برضه نفس والله الكلام، هنشوف. المايوهات، كل حاجه طب نفس عامل الكلام. كام الترنج ده؟ الترنج دوت نازل عرضه 550، 3 قطع، عرض 350، بنطلون وتيشيرت كم ستومك وتيشيرت كم عرض اللي هو مصور، 550، 550. اه الترنج ده 550، مستورد مش تمام مصري، ماشي. تمام. اللي تحت وعندي في بقى الوتر الترنجات ده، ديت اه الترنجات الوتر بروف ديت اللي كلها هي حريمي، بنسميها الغطس دي، تمام. دي ايه؟ لا، مارك دي اللي هي الغطس، الوتر بروف، ووتر الستان، بروف اللي تمام. هي هي الستان، ستان، الستانات، اه تمام. دي بتبقى كلها ترنجات حريمي، ده حريمي تمام. برضه، اه دول اه نازلين كلهم عرض 850 بدل 1200 جنيه بالبنطلون مش بتاعهم، البنطلون، ترنجات بس ده كامله. مش ميه بقى، ايه؟ لا، مش ميه، دي مش ميه ترنجات، ده، اه ترنجات خروج، ترنج طبعا تتمشى بيه، والله، تخرج بيه، اه لان حلو، واسع، في واسع اه ما شاء الله الجاكيت هو، واسع والبنطلون واسع، تمام تمام. عندي برضه ماشي ترنجات الجيم اللي هي الحاجات اللي استنوا حلو. بس ديت، دي اطفال تمام. يعني مقاسات صغيره بنات يعني ده ولا لا، ايه؟ ده حريمي كله، ده حريمي حريمي والله كله، بس ده بيبقى شايفاه، اصغر مقاس، بس هو عشان اه استومك قصير، عشان قصير، اه تمام. كل ماشي الاشكال بالموديلات بالمقاسات كله موجود متوفر عندي في ماشي. المحل ان شاء بكام الله. ده؟ دول بيعملوا 350 300 ماشي 375، تمام لو حابه تطقمي حاجه بسعر اقل من كده بطقم لك حاجه بسعر والله، اقل من اه يعني كده. هي ممكن تجيب كل بطن حاجه لوحده وجاكيت متوفر، لوحده، تمام متوفر عندي كل حاجه، ده حلو قوي، تمام. عاجبني دي ده، ترنجات اه اطفال سن 14 سنه، عاجبني قوي، تمام. دي تحفة. ترنجات برضو اطفال ولادي من سن 10 سنين، عاملين كام تمام. فلوس؟ 600 دول 450، تمام. كل ده خامات ماشي، مستورده، انا خامات بتكلم معاكي فيه مستوردة، كله خامه مستورده، تمام. تمام، ماشي. كده عندنا عندنا ايه؟ بقى اللي هي حاجات البنات، حاجات الداخلية، ملابس اه الداخلية، حاجة الملابس الداخليه، العرايس، حاجات العرايس، كل تمام، الموديلات تقوم كل كامله، البراهات يا جماعة، كل البراهات، بياضيات. قول لي أسعار كده. عندك اللوت ام بتبتدي عندي من اول 180 جنيه لحد 500 جنيه، دي اللوت ام اللي على فين ابو بعضها، 500 وفين ابو تمام. 180؟ او مثلا عندي حاجه زي كده و425، ده طقم ده حاجة فيكتوريا سيكريت عرايس اللي ده، هو الاوريجينال، اه تمام. والله انضف اوريجينال حاجه اللي ده، هو الاصل اه ده المستورد مش مستورد المصري، بقى اه مش طبعا. مصري لا، انا ما خالص، عنديش انا عارفة اي ان حاجه، دول بيبقوا اي حاجه من مستورد، الحاجات ديت انا ما ببيعهاش مصري، اي كل حاجة اللي عندي فعلا مستورد، انا عارفة ده، تمام. اي حاجة بلابس جندلات، داخلية يا وعندك جماعة واحد اثنين مستوردة. ثلاثه اربعه قلت لي خمسه، بكام الطقم؟ ده ب 425. عندك ب 425، حاجه زي كده مثلا برضو، ده اه يعمل 180 جنيه، ده ماشي، برضو طقم كامل تمام بالبنك بتاعه. تمام عندك حاجه زي كده عرايس برضو، ده بيعمل 180 جنيه، برضو طقم كامل بالبنك حلوين، بتاعه، 180 حلو 180 سعره جنيه حلو، تمام. تمام عندنا برضو طقم عاديه اللي هي البراءه والبنت بتاعها، اه تمام. تمام 250 200 150، كل الاسعار موجوده وكل الموديلات ماشي، موجوده وكل تمام. المقاسات برضو، انا عايز تمام. اعرف دول ايه دي يعني، للمايوهات لفتين الاطفال، نظري جدا. دول مايوهات الاطفال اعلى ماتيريال للمايوه، بصوا خامه ووتر بروف تحفة، موديلات تحفة، طبعا، وانا يعني مسكت كمان كامله الخامة عجبني جدا، انت ممكن تمسك المايو ماتيريال ده الوان اللي الكلمه. عجبني قوي ده، بصي بصوا تحفة تحفة، عندك كده، وعندك كده لا برضو بجد الخامات الباقي، حلوة قوي، تمام. والموديلات كمان تحفة. من سن كام ده؟ ده من اول سن 4 سنين، من 4 سنين، تمام. عسل. اه ماشي. الاطفال بقى ما قلناش بكام بقى الاطفال؟ احنا المايوهات ديت ده بالنسبه لاعلى ماتيريال عندك بتبتدي من اول 250 جنيه لحد 500 جنيه، والله تمام. عندك الموديل ده كده مثلا عامل 280، عسل تمام. بصراحة، حاجة الأطفال تحفة بجد. اه عندك الموديل ده مثلا عامل 300، سكر تمام. سكر، اه عندك الموديل ده عامل 350، عندك الموديل ده عامل احنا قلنا من 370، سن كام لكام؟ من 4 لكام؟ من 4 ل 12، وفي موديلات تانية من اول والله 8 لحد 16، دي تمام حاجات زي كده اهوت، تمام اه تمام. تمام دي الموديلات اللي هي المحيرة، شايفين ده عسل ده كمان برضو، اه الألوانات والله طبعا الأطفال ما شاء الله متدلعة، مش لون واحد، اه حلوين قوي، ألماني، اه ما كل شاء الله. الألوانات موجودة. ده عامل كام اللي في ايدك ده الاخير ده الكبير دوت شوية؟ اه 490، 490. بص ألماني، دول بصي تحفة برضو، عسل، دي بقى ألوانات لا ما شاء كلها، الله الاطفال متدلعة، والخامة تمام. كمان حلوة قوي خامة هتعجبكم، أعلى ماتيريال تعالوا طبعا. وامسكوا الخامات بصي ده لما بقى، بتيجوا زي ما انا معوداكم. ده سن 3 بصوا شهور، ما شاء اه الله من سكر 0 خالص، ل 3 شهور يا روح كل جميل المقاسات ما شاء موجودة الله. ده عامل ومتوفرة كام في ده المحل، الصغنن ده ده؟ عامل 350. الصغنن ده الماتيريال بقى، انت عارفة، انت والله شايفة امسك الماتيريال اهي، ايوه، ما انت عارف، عجباني اه عجباني اصلا ما شاء الله. تمام. ده ماشي بالنسبة لمايوهات الأطفال، ده كده ماشي. يعني جميع تشكيل المايوهات. ال دي الكاشات ديت نازلة عندي عروض ب 150 جنيه. بص الكاشات يا جماعه اللي هو ايه اللي هتاخده، الميول اللي هو السلوبيت الجامب سوت، خلاص عنده اهو الكاشات كلها، تقدروا تاخدوا اي واحد من هنا ب 150 جنيه، تمام. البرهات بقى دي عندك دي كل البراهات
جماعه انواعها البرهات دي المستورده، المستورده كله كله يا جماعه، كل الملابس الداخليه هنا مستورده، ده حاجه انا متاكده منها فعلا مليون في الميه. طيب قول لي اسعار كده على طول. البرهات عندي بدأ من اول 90 جنيه لحد 200 جنيه ورينا ابو 90 ورينا ابو 200 كل الموديلات. اه عندك حاجه زي كده اهي يا عرايس، الحاجات اللي هي 90 120 اللي هي الموديلات دي. تمام تمام تمام. عندك دي الحاجات الجديده، الحاجات الجديده اه، بس ده بيفرفط ده ولا حاجه؟ لا لا لا، ما يفرفطش. اه مستورد. تمام. عارفه لو مصر اقول لك اه عامل كام ده؟ ده 200 200 والله. ودي نفس الكلام يعني اه. والبوش والربع والنص والكلام ده عاملين ايه؟ عندك النص بوش عندي بادئ من اول 120 جنيه لحد 200 جنيه. والله الدبل بوش بادئ من اول برضه في دبل بوش لحد 150 والله جنيه. اه كل الموديلات دي دبل بوش. اه والله يعني عامله كام بقى؟ من 100 موديل ما شاء الله. ايوه انا عارفه. بص يا جماعه، كل الستاند ده، كل الجنب ده كله اه كمان اه لسه اول ما اسات بيبي خالص. تمام. اصغر حاجه وموجود اكبر حاجه. تمام الله ينور. تمام تمام. موجود برضه موديلات بنتهات الدباغ كلها. ايوه تمام. بنتهات الايه؟ الدباغ. ايه الدباغ؟ الدباغ دوت اه يعني قطن 100% يعني عايز تقول لي. تمام. باشكال وموديلات كتير. اه الحمد لله. هو بصوا ده اه تمام تمام. طيب الباكو بقى بيبقى تمام. كله نفس المقاس ولا مشكل؟ لا بيبقى كله مقاس واحد بالوان مختلفه. ايوه مقاس حلو. مش لازم تاخدي الباكو. طب ما ده حلو على ممكن فكره. ممكن تاخدي قطعه لوحدها. تمام. بكام القطعه بقى عايزين نقول؟ قطعه ب 60. ب 60 والله. تمام. ده سعرها كده نازل عالي كده؟ لا هي كده سعرها متظبط والله. ما الناس كلها بتبيعها بسعر اغلى من كده. والله. اه زي فتاة ضليعة ده قطن ده؟ انت عايز تقول ان ده قطن؟ والله بس داخل نسبة بنستر عن التاني. التاني قطن 100%. وده عامل كام؟ تمام. ده برضه نفس السعر، كل اللي بفتحه لك سعر واحد. طب انا اعرف منين ان ده فيه بلستر والتاني ما فيهوش؟ انا برضه بديلك وهو بيبقى مكتوب عليه، فاهماني؟ والله والله كل حاجه بتبقى متوضحه يعني حد عنده حساسيه بتاع بيجي يقول لك عايز قطن 100%. عايز قطن 100% انا بطلع له قطن 100% وهو برضه بيوقف معايا وفاهم، فاهماني؟ انا بتكلم ده بقى الاستيك العادي خالص اللي هو ما فيهوش اي لعبه واي حاجه هادي خالص، يا دوب على قد الاستيك وبس. كل ده الواحد ب60 اي حاجه؟ ب60 والله. لا سعر عالي يا جماعه، لا سعر عالي يا جماعه، وبقول لك كده متظبطه كمان. ماشي. البرهات دي لاسو دي ولا ايه؟ لاسو بكام بقى؟ اللاسو بتبقى من اول 150 لحد 190 حسب الموديل. 150 لغايه 190 اللاسو يا جماعه. وبقيه الموديلات اللي ناقصه من عندي جايه الاسبوع الجاي ان شاء الله كلها. ان شاء الله كل ان شاء الله. الاصلي مش التقليد. تمام. اه طبعا يعني لان اللاسو نازل منها التقليد. طيب. اللاسو الاصلي مش التقليد. البناطيل بقى، بناطيل الترنجات، بناطيل الجيم متوفر عندي كل بناطيل الجيم اللي بره دي. اه من اول سن محير لحد مقاس 3 اكس. تمام. بجميع الاسعار عندي بناطيل الجيم بادئه من اول 120 جنيه. تمام. اكتر من 10 موديلات ب 120، اكتر من 10 موديلات ب 150، اكتر من 10 موديلات ب 200، اكتر من 10 موديلات 250، وفي كام موديل برضه بيبقوا مستوردين اعلى من كده شويه، اللي هي في برضه البنطلون اللاميه. كل ده معروض بره؟ اه كل ده معروض. الجماعه الحب اللي هم معروضين على جنب دول ايه؟ اللي هم اه الالوان هم جذبتني جدا. اه اللي على المانيكان، اللي على المانيكان دول يعني في عندك اللاميل اللي هو المستورد عامل 400، هو عشان كده لفت نظري جدا. المصري عامل 250. يا سلام كل الفرق. ده طبعا ده المستورد ده طبعا بيجي يمسك الخامه بيحس بالفرق. عند البنطلون الثاني اللي هو بيسموه بنطلون جورجينا المستورد برضه ده عامل 450 و475 برضه اعلى ماتيريال مستورد 100% وتركي 100%. ما شاء الله. تمام براحتك. بصوا دي البناطيل يا جماعه اللي بقول عليها المستورده، بصوا بجد تحفه. المتعود يلبس بقى البناطيل دي، شايفين الموديلات الالوان حلوه قوي، الالوان فعلا حلوه جدا جدا. ماشي. وهو برده هيجي يورينا. شايفين برده البنطلون ده على واسع بقى. بصوا الحاجات الاستومك دي بتاعه البنات بتتلبس على البحر، يعني ممكن تاخدي البنطلون ممكن تلبس عليها الاستومك ده. المايوهات حلوه قوي السنه دي بجد، تشكيلة مايوهات تحفة تحفة السنة دي حقيقي، تشكيلة حلوة قوي، التشكيلة والألوان والمقاسات بصراحة حلوة، الكبار والأطفال بصراحة تشكيلة المايوهات تحفة عجبتني جدا. هنا برضو يا جماعة عايزة أقول لكم دي كلها تيشرتات للجيم، مقاسات وألوان. تمام. في القط وفي الكم خلاص، وفي الكبير بقى الحاجات الطويلة. الناس اللي بتحب، البنات اللي بتحب تلبس الحاجات الطويله شويه برضو هتلاقيها، يعني طويل هتلاقي، القصير برضو هتلاقي.
يلا. بصي عندنا برضو يعني كل التيشيرتات الاسبوع حلو، تمام، عجبتني. المستورد والمصري بجميع الحماة بجميع فين الالوان المستورد وفين تمام. المصري؟ انت عندك دي الخامة المصري تمام ودي الخامة المستورد يا سلام. تمام. المصري عامل 200 والمستورد عامل 250 مش كتير. تمام، بس تمام، يعني ده وده برضه اعلى الخامة. ماتيريال في المصري وده اعلى ماتيريال في انا المستورد، مش فاهمة. اي حاجه تمام، تمام. لسه انا كنت موريها بحب لهم. الحاجات ديت بنات لسه موريها تمام لهم. تمام جامده قوي. عندك برضه نص كم منها برضه حلو. النص كم عامل دي كام؟ النص عصفورة. كم ده نص كم ده عامل 170 جنيه 170. والكات بتاعه عامل 125 جنيه نزل الكات عرضي. 125 عرض. تمام. البناطيل بقى بالنسبة للبناطيل عندك، عندك مثلا ده البنطلون اللامي المستورد، اللامي المستورد عامل كام؟ ده عامل 400، 400 ده المستورد أعلى درجة بجميع الألوان. ماشي. البناطيل ده خروج يا احمد محمد؟ يمشي خروج بيخرجوا بيها ويمشي جيم برضه جيم. الاثنين ماشي. فاهماني؟ وعندك دول برضه بتوع جيم، دول برضو ده اللي هو جيم بنطلون جورجينا بكام؟ ده جورجينا ب 450 ب 450. و 470 و 400 تمام تمام. ماشي وعندك تمام. برضه فينا الحاجات اللي هي الشارلستون اللي نازله جديد السنه دي تمام، بجميع موديلاتها برضه حلوين. الخطين تشكيل والساده البناطيل حلو كل قوي برضو. حاجه. تشكيل اللي هي البناطيل حلو الشارلستون ما عامل شاء الله. 250 موجود مسافه السمول 2 اكس تمام. دول بقى للمناسبه. اللي قلنا عاملين كام؟ دول عندك دوت عامل 475، دوت عامل 250، وده عامل 400، ده 475 كل البناطيل فظيع. مستورده مستورده 100%. فظيع فظيع. تمام. عندك الشبابات الحريم الكبيره عامله 130 130. والاصغر شويه عامله 120، 120. عندك برضه 100، عندك اطفال 75، عندك حريمي 85. بس اشكالهم حلوه قوي السنه دي. الشبابات شيك جدا السنه السنه دي. لا باشكاله شيك قوي السنه دي. لا الحمد لله شيك حلو. كل الالوان الحق اللون والماس اللي يعجبك واللي حلوين حلوين. موجود برضه البونيتا دي رجالي دي. عندي برضه الشرطات الشورت اللي الشورت الرجالي ده. الشورت الرجالي عامل كام؟ ده نزل عرض 130 130. شفت السعر ده عند حد. وبرضه في الشورت الاطفال برضه بتاع البحر نزل عرض ب 90 جنيه 90. ماشي تمام. المايوهات اللي احنا نزل شفناها اللي احنا بره شفناها جوه دي على الملكيان بقى وكله تمام. اللي هي البدله بكم الاطفال بتعمل 275 جنيه تمام تمام ودي المايوهات الاطفال العاديه، ده بيعمل 220 وده بيعمل 220. الله ينور، ما تحرمش منك كتر خيرك. شكرا. ما بينا. تابعوا صفحتهم يا جماعة، لهم صفحة على الفيس برضو اسمها لابيلا علشان تتابعوا العروض والحاجات الجديدة اللي بينزلوها أول بأول. قلت لكم أسعار كل قطعة موجودة بالفيديو وعرضناها علشان تبقوا عارفين كل حاجة على الطبيعة. وده كان المكان بتاعنا النهاردة، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لي إعجاب وتشيروا كل أصحابكم. سلام عليكم.